السائل إذا طلبني مبتدعة لأذهب إلى مسجدهم لوعظهم وإلقاء الخطب، هل علي الذهاب أم أرفض؟ لا، لا ترفض. إذا طلبوا أهل البدع في المسجد أن تخطبهم أو تعظهم أو تقيم ندوة أو محاضرة، ولكن عليك أن تهدف على البدع التي هم واقعون فيها، تهدف عليها وتبين ضررها وتدلل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فلعل الله عز وجل يهدي بالكلمة والموعظة والخطبة من يهدي من عباده، فيكون لك الأجر، والله أعلم.